Bonjour Sylvia. Bonjour. Sylvia, bonjour. Bonjour Sylvia. المهم اختي بما انه احنا ما نعسناش ما شفناش الناس ما ارتحيناش. سيليا مسكينه بلوك دوك لي دولوغ ما نعساتش ضرها الودينه. شنو نقول لكم دازت علينا البارح تمره ديال بصح جينا لها الكلينيك الوفاق. المهم اختي بما انه احنا ما نعسناش ما شفناش الناس وي مامو ميني ماوس دولو مشى بابا كيجيبها نسيناها في الكلينيك لداخل ها هو لقاها جابها ميني ماوس دولو. ولكن علاش ما طاحت لها شي حاجه ولا شنو؟ لا لا كتشد غير هنا. كيفاش كتشد؟ هذه انا نصابها. لا لا هكا نسينا لها القرعه ديالها في الكلينيك مشى جابها بابا. يلا تفكرت هذيك هي ميني ماوس دولو شتي بعدا بنتي مسكينه تفكرتها. ايوا شنو نقول لكم دولو هاكي هاكي عطنا لها حياتي ما نقدرش ندور لهنا. جبناها للكلينيك عطاها القرعه ولا عطاها تشرب عطاها تشرب. جينا للكلينيك عندها الودينه قيحات. شنو نقول لكم خرجت لنا البيدياتر. جينا لي زورجونس حيتاش البيدياتر ديالها عيط لها الصباح صافي والمشكله خصني نتسنى حتى الاثنين واليوم الحد الويكاند الوغ ما يمكنش نتسنى حتى الاثنين كنشوف بنتي مريضه وهكا صافي. قالت لي خرجي لها واحد خرجت لها البيدياتر ديالها الصباح واحد السيرو ديال لي دولور وداكشي ولكن ما قدرش نصبر نبقى نشوف فيها كتعذب حتى الاثنين. جينا هنايا للكلينيك الوفاق خدينا لها جات عند البيدياتر خرجت لها واحد العران ديال الدواء بحال هكا نتوما نشوفو سته ديال الدواء يعني. ايوا دابا عاد نمشيو نشربو في راسي مرضي نساونا. انا نقدر نمشي هكا انا عندي بحال الزيت بحال النقص والله تمشي العرس بحال هكا. واحد الناس دايزين بالقفاطن قال لي عادي ديال راه ما عرفتيش صافي. وها نتوما حنايا يلا خرجنا من الكلينيك ها هي كلينيك الوفاق. ولكن صراحة التعامل زوين. يلا جينا ما كاملة نص ساعة عيطوا على البيدياتر كانت الفوق في البلاصة ديال الدراري الصغار كانت الزيارة. اه جات مسكينة عيط تشوف شي واحد كونترول ولا ما عرفت دير كونترول على لي باسيون ديالها. اه جات تشوف غير لي باسيون ديالها صدقنا. جات مسكينة دوزات لسيليا واحد البيدياتر حلوة تبارك الله ما شاء الله ظريفة شي ظريفه مسكينه والخاطر وبقات فيها سيدي واحد الوقت بدات تتبكي ليها فاش قلبات لها ودنيها ولات مسكينه تتقول لها انت صاحبتي اسمحي لي وبس درويشه بحال ملي البيديات خلي كنتي عندها سيا. ايوا صافي. المهم الحمد لله ماشي شي حاجه غاف ولكن داك القيح وداك الشيء قالت لي الحمد لله اللي جبتوها يعني ما خليتوهاش ان داك الشيء يقدر يولي الودن اصغر عضو في الجسم ديال الانسان كتوصل واحد الوقيته كتعجز دير خدمتها. وي ايوا صافي حنا نشريو الدار ورجعوا للدار وانتم معانا نشوفوا اليوم كيفاش يدوز. واو شوفوا قريبه البلاصه فين كنسكنوا راه ما الطيور غيبانوا لكم غير حنا بحالنا شويه عادي جا مخنوق اليوم شويه عيان من الخدمه ستريس وداكشي. جينا هنايا للغروب وجينا هنايا لهاد البلاصه هادي السكينة اللي وليت كنفكر في شي فيرما خارج المدينة نسكنو فيها ونبقاو في المدينة بحال غطلع غير في الويكاند ولا لا بغيتي تسخر طاحت بنتي لا بغيتي تسخر ولا لا بغيتي تقرا في مرة في السيمانة والله يجعل البركة صافي مبقيناش باغيين نعيشو في وسط المدينة والله العظيم. وليت كنفكر في شي أرض بحال هكا وتكون فيها شي دوير عي صغيورة ياك عادي الفكرة ديال عادي شناهي عادي فين بغيت تسكن؟ فين هي؟ هاي راهي حتى بعيدة كما كتبان راهي واقيلا هي كما كتبان بغيت انت دير شي دويرة غير صغيرة شي فيرما هكايا ونسكنو فيها على سلام. نبعد على البشر طلع لي البشر في الراس والله طلعنا البشر هنا ولينا باغيين نبعدو على السطح. تخيلوا دابا الهدوء والسكينة اللي كاينين هنايا الله ما كاين لا جيران لا طق طق لا طوموبيلات لا صداع لا ليمون لا تحاشو صغير والله العظيم تسقيل. وانا عجبني الحال سيليا عجبها الحال سيليا سرحات ومعزت البراري سيليا راه سرحات كتجري رايك تضحك شكون معزت البراري؟ هذيك أه؟
Sylvia, mesdames et messieurs, je me présente. Qu'est-ce que vous apprenez, maman? كنشوفو غير لي زوازو خلاتها سيليا اللي راه ديال هاد الارض فلاحيه كيحصدوها وكيحرطوها وما عرفتش شنو ياك عادل هادي دابا حصدينا الشمندر العز البهيم ولكن يقدروا يزرعوها هي واقيلا ملي كتكون الشتا بانت ليا كتحفر خلاص نود نود واو على منظر شحال زوين عندك بنت كطيح شده عرفتي على منظر شوفوا على منظر لتحت كيدوز الواد ما تبعينيش عندك تخليها تبعني لا بنتي ما تبعينيش عافاك راه انا لتحت غنوض ودابا انا ولينا جوج شكون اللي يشد الاخر زيد يلا تبليت بيك اري ديده مزيانه راه يشدك انا شوفو ما كتبغينيش اشدها انا كاين واحد المنظر زوين كيدوز الواد من لهنايا دابا راه ناشف تخيلوا شوفوا داك الحجار ديال الواد منظر زوين صراحه اللي هي الغابه في غدا كتقيس جايب البيجاما وانا حتى انا جايه بالصابون عادي جدا داكشي عادي عادي هذه هي اللي قلتي لي الدوم ها هي ها هي الدوم ايوا واش بدل داكشي اللي قلتي لي اه بون الله بحال هذاك راه هو اللي دابا هنا الا غوتي غير رجع لك الصدى ديال الصوت ها سيليا دي ما كتعرفيش تخوتي قولي بجد لو نبقى شوفي باباك عروبي جابو كي قلتي لي انت عروبي لا قولي سيلي ولات دايره بحال موانا داروكو بنتو هاي لا لا بنتي غطيح دورتي صفر يلا سيلي هادي راه معزاب انت ماشي ماشي صغيرة هادي خاصها سفر تولي دير هي ويا الاصوات وي الكوشي اللي ديال شنو بلا شي واحد يجيب الموتور ليه حيت راه انا لا طيريطر ولا وحش يسير بلا داك السيد جا بحال درهم الحلال زعما راه اول واحد يبان داك طيح الموتور راه مشى لهي يلا اجي راه واحد فين تيدير الصبر هو فين تيجري ليا بغات هاي 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 شنو باغا تهزي سيليا باغا تدفعيها يلا ديري لا ان دفعيها لا بيديك بوم كنا ناقشنا شي امور عائليه وشي حاجات اللي خصنا نهضروا فيهم قلنا زعما اطابل احجر ماشي دابا عادي حنا جلسنا اطابل ولا احجر ايوا هضرنا ناقشنا في شي امور توضحناهم الماديه والمعنويه ايوا دابا رجعوا للطرختي علي البيت دابا ناخذوا البواتير ديالنا ناخذوا الموبيلتنا ونمشيو الله سخفت
شرفت شرفت. شحال قلتي ولي عندي ملي تكون عندك انت 60 عام؟ شحال قلتي ولي عندي ملي تكون عندك انت؟ شو اويلي نتفتني هانتي ها اي 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 في مغزى يلا يا يا خمنا وين الغطا شوفي الجزر القصير كنتي باغا تمشي حفيانه